واروح معاك برضو للجزئيه الخاصه ببعض اللعيبه اللي ممكن نقول ان هي على اعتاب الرحيل عن النادي الاهلي. خلاص المعارين اتكلمنا عن ندوة واتكلمنا عن صلاح محسن، لا في لعيبه ممكن تمشي زي شادي حسين، زي محمد شريف، في كلام عن كريستو ولكن غير مؤكد. حابه اعرف منك، هل اللعيبه دي تقدر تقول عليها مؤكد ولا لا ممكن كولر يصبر عليهم شويه؟ اعتقد كولر عنده يعني قناعات في لعيبه معينه، كان بدايه من ايمن اشرف، وانا كنت متاكد ان مش هيكمل ايمن اشرف في وجود كولر، لعيب كبير ولعيب مهم، لكن هو للامانه ما خدش فرصه كامله، ما تشافش بشكل كويس، خدش فرصة يعني خالص. ما كانش موجود في حسابات كولر خالص، كان راجل بيلعب ممكن بناس في غير اماكنها، وان هو ايمن دايما كان اشرف ما بيقيمه يلعبش. في التمرين يعني حتى ما ما اداهوش اعتقدش ان ماتش. هو الموضوع ليه علاقه بالتدريب، لان ايمن من اللعيبه الامانه المجتهده المخلصه اللي حتى لو مش في الحسابات هيتمرن بشكل كويس جدا. انا اعتقد ان الموضوع شخصي بحت، وان ايمن كان كبش فدا لبقيه لعيبه الاهلي، بمعنى ان انا النهارده ايمن خد موقف بشكل معايا او قال مش هقدر العب مثلا معاه في حاجه وعندي اصابه، فكل قرر تجميده تماما عشان يبقى عبره لبقيه لعيبه الاهلي كلهم ان اللي يعمل كده ممكن يبقى على نفس المنوال بتاع ايمن اشرف. ده توقعي، لان ايمن على المستوى الفني والمهاري والخططي لعيب كبير جدا، لعيب والالتزام منتخب أيضا مصر ملتزم لابعد الحدود، صحيح ملتزم حتى يعني كرويا وخارج المستطيل، صحيح. من اللعيبه بصراحه اللي انا اعرف ايمن كويس، من اللعيبه الملتزمه جدا جدا جدا، ما تلاقيهوش موجود في اماكن، ما تلاقيهوش من يعني سهران بيخرج، يعني قليل قوي اما تلاقي ايمن موجود في مناسبه او حاجه. يشارك في شيء فللامانه يعني هو لعيب كبير ولعيب منتخبات طول عمره، حقيقي. وبيشارك بصفه اساسيه مع كل المديرين الفنيين، سواء يعني اللي مسك منتخب مصر محليين او اجانب، دليل على كده اجماع المديرين الفنيين عليه فعلا. في كل حاجه. فاعتقد ان يعني موقف شخصي هو سبب رحيل ايمن تطور. عن الاهلي، وسبب ان هو يكون عبره لبقيه اللاعبين، ان ما حد هيعمل كده هيبقى موقفه كده. فده بالنسبه لايمن اشرف. طيب هو الدوري خلص والاهلي توج بالبطوله، ويقدر يدي لعيبه يشوفهم حتى يقف عليهم قبل ما يطلعهم. خليني اقول لك على شادي حسين. شادي حسين خروجه بشكل كبير جدا جدا ممكن يكون من الاهلي خلاص مؤكد. مؤكد لاحد الانديه الصاعده حديثا للدوري الممتاز. محمد شريف لسه في كلام، هل لو جه مهاجم جديد يقدروا يستغنوا عنه ولا مش هقدر استغنى عنه، ولسه في كلام ان انا ما تعاقدتش مع مهاجم جديد. فمحمد شريف يظل برضو من هدافين النادي الاهلي ومن القريبين من لقب هداف الدوري المصري، وهو ما بيشاركش ما بيشاركش. بنسبه كبيره. فمحمد لعيب مميز، واعتقد خروجه مش هيبقى سهل الاهلي يفرط فيه. بصعوبه جدا. صحيح صحيح. فده بالنسبه لمحمد شريف. اعتقد برضو من المفاجات اللي ممكن حارس مرمى يخرج من النادي الاهلي بنسبه كبيره، ومش هيبقى محمد شناوي، علي لطفي، علي لطفي وهيبقى برضو لاحد الانديه الصاعده حديثا بشكل كبير صحيح، ده كلام برضو اتردد. للدوري الممتاز. كريستو لو خرج ممكن يخرج اعاره، هو لعيب مباشر لعيب كويس، لكن محتاج زي ما بيقولوا كده بعض الخبرات. فممكن الراجل، ومع ذلك الراجل بيعتمد عليه او بيحاول يديله، عكس الاسامي اللي احنا قلناها شادي حسين او بقيه الاسامي التانيه. فممكن كريستو لو خرج يخرج اعاره. هل نقدر نقول النادي الاهلي اغلق ملف رحيل اليو ديانج، ولا لو جه عرض مالي كبير ممكن ان هو يفكر؟ اعتقد بشكل كبير لو وصل عرض مالي مناسب للنادي الاهلي لا يفرط فيه اليو ديانج بشكل كبير. يعني طيب لو رحت معاك ايضا لبعض اللعيبه اللي يعني هنقول عليهم في كلام بس مش مؤكد، طاهر محمد طاهر من اللعيبه اللي مستواهم متذبذب لحد كبير خلال الفتره اللي فاتت. جمهور النادي الاهلي يعني مش هنقدر نقول ان هو مساويه بحسين الشحات، مش هنقدر نقول ان هو مساويه بالمستوى ببيرسي تاو. هل ممكن النادي الاهلي يعيد تقييم طاهر محمد طاهر؟ هل ممكن كولر يديله فرص خلال الفتره القادمه اكتر؟ اتوقع التاني انه ممكن ياخد فرص. طاهر من اللعيبه المميزه واللعيبه الكويسه جدا اللي بتقضي بشكل خططي ممتاز. طاهر في رايي محتاج شويه وقت، يعني مش يتاقلم، لكن محتاج انه رجله تبقى في الملعب عشان يقدر يدي كل اللي عنده. طاهر من اللعيبه المميزه جدا بالمناسبه، وعنده امكانياته كبيره جدا جدا. نفس اللي ينطبق على طاهر في رايي ينطبق على احمد عبد القادر، لعيبه كويسه جدا جدا، محتاج بس ان هو كنت يحط هسألك رجله عليه بس استثنيت أحمد عبد القادر يحط لأنه رجله في الملعب. وخلاص كولر ابتدى يعتمد عليه بطريقة أكبر ويوظفه اعتقد في ان أكتر. طاهر اقرب لاحمد عبد القادر من
ان هو يمشي، يعني ان هو لا ياخد فرص ويكمل. لعيب بتلاقيه في الماتشات الكبيره، لعيب بتلاقيه خططيا وفنيا بيأدي اللي مطلوب منه، صحيح، وبالذات المديرين الفنيين بيحبوا اللعيب ده اللي بيطلبوا منه بينفذه. بينفذ. بيتوقع بس ان هو ياخد اكتر، عشان النهارده بتكلمين عن حسين الشحات، حسين من موسم فات الناس كانت بتقول لك حسين يمشي، طبعا وان طبعا حسين مش هو حسين اللي النهارده مكسر الدنيا، بس حسين كثره رجله في الفرص اللي الملعب، خدها وان رجله في الملعب بلغه الكوره، اعتقد ان هو وصل للمستوى ده. ده صحيح. اللي ناقص طاهر محمد طاهر. مصطفى ماسي، هل ممكن النادي الاهلي يجدد اعارته مره تانية لسموحه ولا لا يكتفي ويرجع؟ اعتقد بنسبه كبيره مصطفى ميسي هيبقى في موسم تاني خارج النادي الاهلي. مصطفى من اللعيبه خارج النادي الكويسه، الاهلي. لكن في لعيبه زي كريستو كده قلت لك او مصطفى، محتاج ان هو يعني رجله تبقى في الملعب بالمشاركه على طول، ما يجيش يقعد على الدكه فتره كبيره. فاعتقد ان هو هيستفيد من تجديد اعارته سواء لسموحه او انه يخرج اعاره للنادي.